بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب من كتاب الكافي الشريف عن هشام ابن الحكم. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام بمنى عن خمسمائة حرف من الكلام. يعني من علم الكلام. فأقبلت أقول يقولون كذا وكذا فيقول قل كذا وكذا. قلت جعلت فداك هذا الحلال وهذا الحرام أعلم أنك صاحبه. وأنك أعلم الناس به وهذا هو الكلام فقال لي ويك يا هشام لا يحتج الله تبارك وتعالى على خلقه بحجة لا يكون عنده كل ما يحتاجون إليه ذكرنا في كتاب التوحيد أن هشام بن الحكم في بداية أمره لم يكن من اتباع اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، وانما كان يتبع بعض مذاهب العامه، ولذا قبل ان يهتدي على يد الامام الصادق عليه الصلاه والسلام، كانت عقيدته فاسده سواء في التوحيد او في غير التوحيد، ومن جمله ذلك لم يكن يعرف الامام والامامه. وهذا امر حدث لكثير من عظماء تاريخ الاسلام اصحاب الرسول صلى الله عليه واله كانوا مشركين الا القليل منهم لكن الله سبحانه وتعالى هداهم برسول الله محمد صلى الله عليه واله فانقلبوا من عباده الاصنام ومن الشرك الى التوحيد والايمان كابي ذر والمقداد وعمار وأضرابهم. وهكذا بالنسبة إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام كان في أصحابهم من كانوا قبل أن يهتدوا بيد الأئمة كانوا كفارًا أو كانوا من المخالفين. وهكذا حال هشام ابن الحكم. هشام ابن الحكم جاء به خاله إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. وكان خاله يخشى من لسان هشام، يعني خاله كان مؤمن ويعلم بأن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام سيجيب هشامًا عن مسائله، لكن أحيانًا الطرف المقابل يكون له لسان سليط، فالذي يأتي به إلى الإمام أو إلى الشخصية يشعر بحرج من لسان هشام، أو لسان هذا الشخص. لكن في الجلسة الأولى الإمام تناقش معه وهو كان مؤدبا مع الإمام عليه الصلاة والسلام فاهتدى لكن إلى أن يتعلم العقائد هذا يحتاج لزمان يعني أفرض الآن واحد نصراني جاء وأسلم زين اليوم الأول هو لا يكون حاله كحال المسلم الذي ولد في بيئة إسلامية وتعلم العقائد الإسلامية وهو صغير هذا النصراني الذي أسلم يحتاج لزمان عن طريق الاستماع عن طريق المطالعة عن طريق النقاش يتعلم ويستوعب العقائد الإسلامية وأيضا الثقافة الإسلامية زين هذا هشام بن الحكم كان مخالفا وكان يعتقد بالتجسيم زين ببركة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام اهتدى ثم بعد ذلك الإمام ناقشه وزال عنه التجسيم، هذا في التوحيد وكذلك في مسائل توحيدية أخرى، وهكذا في معرفته للإمام ما كان يعرف الإمام حق المعرفة لأنه كان مخالفا، يعتقد أن الأئمة كسائر الناس لا يعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا اختار إماما يصطفيه والاصطفاء له لوازم ولذلك حينما اهتدى آمن بأن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فقيه وهو أعلم الفقهاء. زين هشام بن الحسن حكم كان تخصصه في الكلام يعني علم العقائد. التقى بالإمام في منى يسأل عن المسائل العقائدية. بمجرد أن يذكر كلام الآخرين النحل والمذاهب المنحرفة في مسألة العقائد بمجرد أن يذكر كلامهم الإمام الصادق فورا كان يجيب ويستشكل على تلك المذاهب ويبين وجه الخلل فيها هنا هشام بن الحق كم لازال لم يكن يعلم مسألة علم الإمام عليه الصلاة والسلام شاف الإمام بدون تأني يجاوب فقال هذا مو علم الحلال والحرام هذه الأسئلة علم الكلام كأنه مثلا كان يتوهم أن الإمام يعلم علم الفقه لكن بالنسبة إلى علم الكلام يحتاج إلى تأني وإلى فكر وإلى صبر حتى يتمكن من الجواب الصحيح فالإمام عليه الصلاة والسلام يبين له العقيدة الحق هنا مع ذكر دليلها. ان الله سبحانه وتعالى ينصب انسان ويحتج بهذا الانسان على الاخرين، يعقل ان يكون هذا الانسان جاهلا بمساله العقائد؟ هذا حجه الله. فأولى العلوم تعليما من الله له هو علم العقائد. مو فقط علم الفقه. الامام عليه الصلاه والسلام هو اعلم الفقهاء. لكن ايضا في مساله العقائد هو اعلم المتكلمين. الله يحتج بهذا على الناس وهو لا يعرف مسائل العقائد المرتبطه بالله سبحانه وتعالى. يمكن فيجي مثلا متكلم وفيلسوف يكون هو مثلا اعلم من حجه الله وفي يوم القيامه يحتج على الله سبحانه وتعالى يقول انا في علم الكلام انحرفت في العقائد انحرفت شنو السبب السبب انه لم يكن احد يعلمني انا اضطريت انه بنفسي اروح اتعلم وانحرفت في ذلك يقال له كلا كان امام الله سبحانه وتعالى نصبه وامرك وامر الناس بالرجوع اليه هو اعلم منك بعلم العقائد وعلم الكلام، لان الله سبحانه وتعالى علمه الحقائق وعلمه الادله وعلمه الاحتجاجات، كان المفروض عليك ان تذهب اليه، فلم تذهب اليه اقتصرت على فكرك وعلى عقلك فانحرفت فالتقصير منك مثل طالب لا يذهب إلى المدرسة، زين هو بالبيت يشيل الكتب المدرسية ويطالع هذه الكتب ثم يتصور تصورات خاطئة، ويوم الامتحان يشترك بالامتحان أجوبته كانت خاطئة، ما يقدر يعتذر بأنه أني أخذت الكتب، طالعت الكتب، فكرت فيها، لكن تفكيري كان خاطئًا. يقال له كانت هناك مدرسة كان معلم يعرف هذه المادة كاملا وانت كان المفروض ان تذهب الى ذلك المعلم والى تلك المدرسة وتتعلم عند المعلم فإذا سقطت في الامتحان فهو بتقصير منك لأنك لم تذهب اليه واقتصرت بعقلك العقل أداة لكن العقل بدون علم لا يوصل الانسان الى الطريق الصحيحه. ان تجيب الان واحد اعقل العقلاء زين؟ خليه في صحراء جرداء لا يعرف الطريق كيف يصل الى الماء والكلاء تشوفه يتخبط في الطريق الى ان يموت جوعا وعطشا. نقول يعني هذا عاقل بل اعقل العقلاء. نقول العقل أداة تحتاج إلى علم زين هو هذا صحيح عقله كامل لكن يحتاج إلى دليل يدله على الطريق عقله يقول له أن هذا دليل وهذا الدليل يعرف الطريق وأنت لا تعرف الطريق فيجب عليك أن تتبعه في الطريق يوصل يوصلك إلى الماء والكلاء فإذا الله سبحانه وتعالى يحتج على الخلق بانسان لا يعرف مسائل العقائد؟ هذا لا يمكن. وانما الله سبحانه وتعالى يحتج على الناس بانسان يعرف علم العقائد وغير العقائد من العلوم الدينيه، بل جميع العلوم كما مر سابقا يحتج به. اذا واحد انحرف عقائديا يقال له انت المقصر. كان باب الرسول واله مفتوحا وكنت تتمكن من أن تذهب إلى ذلك الباب لكنك لم تذهب اقتصرت بعقلك عقل بدون علم لا يوصل, لا يوصل إلى نتيجة أخطأت الطريق رحت إلى القرآن بدون دليل أخذت القرآن خلطت بين المحكم والمتشابه صورت المحكم متشابه والمتشابه محكم خلطت بين الناسخ والمنسوخ تصورت أن الناسخ هو المنسوخ والمنسوخ هو الناسخ وهذا أدى بك إلى الانحراف وأنت مقصر في انحرافك لست معذورا عن هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام بمنا هذا أيضا من الأمور التي كانت في زمان الأئمة الحكام الجائرين كانوا يضيقون على اصحاب الائمه وعلى الائمه عليهم الصلاه والسلام فتره اواخر بني العباس اوائل بني اميه اواخر بني اميه اوائل بني العباس لانشغال الحكام بالقتال صارت فرجه لكن بعد ذلك قبل ذلك كان هناك كانت هناك عيون على الائمه عليهم الصلاه والسلام زين اصحاب الائمه يريدون ان يلتقوا بهم في صعوبه اما صعوبه على الائمه انفسهم او على اصحاب الائمه فلذلك كانوا يختارون فتره الحج في فتره الحج الاف مؤلفه من الناس من شرق الارض وغربها مجتمعون في منى بزين واحد في عرفات بزين واحد زين هناك يختلط الحابل بالنابل والسلطة لا تتمكن من مراقبه الاشخاص فهذه فرصة ذهبيه كانت لاصحاب الائمة لكي, لكي يأتوا من البلدان المختلفه وخاصه الكوفة يأتون الى مكة وهناك أولا يحجون وثانيا يلتقون بالأئمة ويسألون مسائلهم سألت أبا عبد الله عليه السلام بمنى عن خمسمائة حرف يعني خمسمائة طرف من الكلام يعني من علم الكلام علم العقائد لأنه كانوا يجمعون أسئلتهم اللي يحتاجون إليها في طوال السنة و يدونونها ثم في الحج يأتون ويسألون هذه الأسئلة زين في منى في الخيام ثلاث أيام أربعة أيام في منى هشام كان جامع مسائله 500 مسأله في علم الكلام عن 500 حرف من الكلام فأقبلت أقول يقولون كذا وكذا يعني كلام المذاهب والنحل الأخرى قال فيقول قل كذا وكذا في جوابهم في النقض عليهم في الإشكال عليهم في بيان الحق قل كذا وكذا وكأن الإمام بدون فاصلة بمجرد ان المسألة تطرح كان يجيب. قلت جعلت فداك هذا الحلال وهذا الحرام اعلم انك صاحبه. انت تخصصك في المسائل الفقهية حلال حرام انت اعلم الفقهاء وانك اعلم الناس به وهذا هو الكلام هذا علم الكلام بمجرد ان اسأل انت تجاوب فقال لي ويك يا هشام كلمة وي كلمة تذكر للتحسر والتندم والتعجب وي كان الله جماعة بني إسرائيل حول قارون قالوا وي كان الله يعني كانوا متعجبين ويك هذه مركب من وي اللي هي كلمة تعجب أو تحسر أو تندم وكاف الخطاب وطبعا البعض يقول ان هذه الكلمه ويك مخففه من ويلك على كل حال فقال لي ويك يا هشام لا يحتج الله تبارك وتعالى على خلقه بحجه لا يكون عنده كل ما يحتاجون اليه الامام في هذا الكلام بين الحق ودليل المطلب يقول إن الله تبارك وتعالى الله ليس بعاجز أن في لحظة أو في أقل من لحظة يعلم وليه ما يشاء فلا يحتاج إلى أن يتعلم عند أحد الرسول صلى الله عليه واله كان أعلم الناس كيف الله علمه بدون أن يدرس عند أحد حتى بالنسبة إلى كون الرسول صلى الله عليه واله أمياً هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم في آية أخرى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي شنو معنى الأمي؟ يمكن أن يكون نسبة إلى أم القرى يعني مكة ويمكن أن يكون نسبة إلى الأم لا بمعنى أن الرسول ما كان يعرف القراءة والكتابة لا هذا نقص وانما بمعنى انه لم يتعلم القراءه والكتابه عند احد ما تعلم عند احد الله سبحانه وتعالى بطريقه اعجازيه وبطريقه غيبيه علمه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم ان الله تبارك وتعالى تبارك يعني دام خيره هذا من فضل الله هذا يستبطن عله وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى له العلو فهو القادر على ان يعلم رسوله ما يشاء وكذلك يعلم حجته ما يشاء لا يحتاج الله تبارك وتعالى على خلقه بحجه لا يكون عنده كل ما يحتاجون اليه هذا حجه لكن غير اعلم منه، فكيف يحتج بذلك؟ على ذلك الاعلم؟ يصير؟ ما يصير. هذا برهان عقلي ايضا على المطلب كما بيناه. واما الحديث السادس عن الامام الباقر عليه الصلاه والسلام عن ابي حمزه يعني الثمالي. قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام الامام الباقر يقول: لا والله لا يكون عالم جاهلا ابدا عالما بشيء جاهلا بشيء ثم قال الله اجل واعز واكرم من ان يفرض طاعه عبد يحجب عنه علم سمائه وارضه ثم قال لا يحجب ذلك عنه العالم الحقيقي هو الذي لا يكون جاهلا في اي شيء اما اذا كان جاهلا بالنسبة إلى بعض الاشياء فهذا عالم نسبي. يعني تشوف واحد مثلا بروفيسور في الفيزياء. زين، هذا عالم في الفيزياء لكنه بالنسبة إلى الطب جاهل، مو تخصصة ولا يعرف لأنه لم يدرس الطب. فهو عالم من جهة. وجاهل من جهة أخرى، وعامة الناس هكذا، يعني أنت أي واحد في أي مجال من مجالات التخصص تنظر إليه هو متخصص في مجال وجاهل في مجال آخر، بل قد يكون أميًا في مجال، هناك حركة انحرافية كانت في العراق، والذي كان أغراهم قتل أيضًا ذلك الشخص. في قضية هذا الشخص ادعى انه هو الامام المهدي واتبعه مجموعة من الناس زين اكو مجموعة ناس جهلة اميين في اماكن نائية خدعهم ببعض الخدع البسيطة زين هذا ممكن لكن كان فيهم ناس دكاترة ناس مهندسين ناس خريجي جامعات وقتلوا معه حسب ما قيل يعني الصدق كانوا يعتقدون بأنه هو المهدي وحاربوا وقتلوا معه زين واحد سأل ذولا ناس يعني أصحاب شهادات كيف هذا الإنسان خدعهم فقيل له هؤلاء صحيح دخلوا في الجامعة زمان النظام البائد صحيح درسوا في مجال الطب او الهندسه لكن في المجال الديني كانوا ضعاف صفر كانوا ناس جاؤوا من مناطق نائيه الى الجامعه وفي الجامعه لا اكو اسم من الدين ولا من الديانه ولا انه هؤلاء في ذلك الزمان كانوا يتمكنون ان يذهبوا الى العلماء ولا يذهبوا الى المساجد ولا يستمعوا الى تعاليمهم الدينيه فهم صحيح اصحاب شهادات في طب او هندسه، لكنهم في المجال الديني كانوا اميين، ولذلك جاء رجل وخدعهم الى حد ان قتلوا فخسروا الدنيا والاخره. زين، فغالب الناس يمكن يكون في مجال متخصص وعالم، لكن في مجال اخر ليس متخصصا ولا عالما، هذا مو العالم المطلق. العالم المطلق هو الذي لا يكون جاهلا بشيء تقول هذا هو العالم يجهل هذه المساله في الفقه؟ لا، يجهل هذه المساله في العقائد؟ لا، يجهل هذه المساله في الفيزياء؟ لا، يجهل هذه المساله في الطب؟ لا، اي مساله من المسائل لا يجهلها، هذا هو العالم المطلق زين حجه الله الرسول صلى الله عليه واله ولا ائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام يمكن ان يكونوا علماء في جانب ولا يكونوا علماء في جانب اخر الامام الباقر يقول هذا مستحيل لماذا مستحيل لان الله سبحانه وتعالى اجل واعز واكرم هذه كل واحد من هذه الصفات تتضمن تعليل للزوم كون حجة الله عالما في كل شيء إن الله أجل وأعز وأكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه علم سمائه وأرضه الله أعز العزة لازم القدرة فالله قادر زين قادر ولا يكلفك شيء ان تخلق انسان كامل تجعله حجه لك احنا عندنا مثل هذا مثل معروف ايضا يقال الرسول دليل عقل المرسل انت عندما تريد ترسل انسان اذا انت شخصيه ولقضيه مهمه تريد ترسل انسان ما ترسل انسان عادي لا تتلق, تختار تختار انسان جدير بتلك المهمه حتى يعكس صوره صحيحه عنك. والا اكو مثلا مؤتمر طبي وانت طبيب زين ترسل انسان امي لا يعرف القراءه والكتابه الى الاطباء هذا الدليل خلل في عقل هذا المرسل زين الله سبحانه وتعالى احكم الحكماء حكيم. يريد ان يجعل واسطه بينه وبين خلقه الرسول الذي ينزل عليه القران ليتلو هذا القران على الناس الله لم يوحى هذا القران مباشره علينا وانما اوحاه لرسوله والرسول صلى الله عليه واله تلاه لنا فواسط بين الله وبين خلقه وكذلك الائمه هم وسطاء بين الله وبين خلقه زين هذا الواسطه الله يختار انسان جاهل وهو يتمكن بلحظه واقل من لحظه ان يجعله عالما انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. زين اذا اختار هذا الانسان الجاهل شنو هذا سبب اختياره على غيره؟ وهذا جاهل غيره هم جهله، لماذا اخترت هذا على اولئك؟ ذكرنا هذا المثال سابقا اكو جامعه أنت مالك للجامعة تريد تعين رئيس على هذه الجامعة زين تريد تعين رئيس على هذه الجامعة تتمكن من أن تدخل هذا الشخص اللي إلى قابلية تدخل دورات تعلمه يصير إلى قابلية لرئاسة الجامعة ثم تعينه رئيسا على الجامعة إذا تريد تعين ابنك في المستقبل لرئاسة هذه الجامعة ابنك صغير عمره سبع سنوات تدخله في المدرسة الابتدائية وهكذا تراقبه وتطوره إلى أن يتخرج من الجامعة ويصير أستاذ وبروفيسور وكذا ويدخل دورات تخصصية يصير إلى قابلية لرئاسة الجامعة ثم تجعله ثم تجعله رئيسا للجامعة هذا عمل إنسان حكيم لكن تجيب فد واحد جاهل تخليه رئيس للجامعة زين شنو أفضلية على هؤلاء الطلبة بل هم أفضل منه أو تختار اعتباطاً أحد الطلبة اللي مثل البقية، زين ليش ما اخترت غيره؟ مرة تقول أني مضطر لا بأس. بس إذا مو مضطر العمل يكون خلاف الحكمة. الله سبحانه وتعالى قادر بلحظة واحدة أن يعلم هذا الرسول وهذا الإمام ما يشاء. لماذا لا يفعل ذلك؟ إذا يقول إن الله سبحانه وتعالى هذه أعز وأجل شنو؟ يعني عدم فعل ذلك نقص والله اجل من النقص قبيح والله اجل من القبيح واكرم الله بار بعباده هذه كلها اسباب الله قادر على ان يصطفي ويعلم لذا قال ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اصطفاه واورثه علم الكتاب كما مر سابقا الله اجل عدم فعل ذلك منقص والله لا يرتكب القبائح والنقائص أجل من ذلك وأعز الله قادر له العزة وأكرم الله بار بعباده خلقهم ليرحمهم زين فيختار أحسن رسول لهم هو يصطفي ويعلم ويعصم ويجعله حجة إن الله أجل وأعز وأكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه علم سمائه وأرضه ثم قال: لا يحجب عنه ذلك، يعني عقلا لا يمكن ان يرتكب الله القبيح سبحانه وتعالى عن ذلك، وبالفعل علم رسوله والائمه جميع الامور مما كان ومما يكون من علم الشريعه، من القضايا المختلفه، من مختلف العلوم ليحتج بهم على الناس يكونوا ليكونوا حجه على جميع الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما ومعرفة بهم هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين